فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وبين الأحاديث التي تدل على توعد العصاة من أهل الكبائر بالنار؟ الجمع بينها واضح يا أخي، هذا موكول إلى مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء نفذ فيهم الوعيد، راجع إلى مشيئة الله. نعم.